الحقيقة طلب مني تفسير منام الفنانة شيرين عبد الوهاب أكتر من مرة، والفنانة شيرين عبد الوهاب كانت صرحت في برنامج صاحبة السعادة للفنانة إسعاد يونس بأنها شافت منام. تعالوا نشوف تفاصيل المنام كانت إيه. الفنانة شيرين عبد الوهاب قالت: حلمت إني عملت حفلة كبيرة في الصحراء عند الأهرامات، ولعنة الفرانة صابتنا أنا وكل اللي موجودين، معرفناش نرجع للعالم تاني، وقعدت أقول تعويذات علشان أرجع. أحلامي غريبة، وفي كل أحلامي بطير من غير جناحات، وفي كل أحلامي بطير من غير جناحات. يا ترى تفسير المنام ده إيه؟ الحقيقة تفسير المنام هو الآتي. أول كلمة قالتها الفنانة شيرين في منامها الحفلة: للأسف الحفلة هو أمر الافتضاح والفتنة اللي هي اتعرضت لهم، والضرر اللي وقع عليها، وكشف ستر أمر غير محمود. وللأسف هي اللي وقعت نفسها في الحاجة دي، لأن في المنام هي اللي راحت وعملت الحفلة دي، ولأن الحفلة هي جمع من الناس والضوء بيكون مسلط عليها والكل بيستمع إليها، فبقاعدة التلازم يسمع عنها وليس إليها، وكمان هيكون مسلط عليها الضوء. الحفلة دي كانت في الصحراء عند الأهرامات، يعني كانت في وسط أهلها، ولكنها برضو لوحدها للأسف. كان في تخلي عنها في وقت هي راحت فيه برجليها للفتنة دي، وراحت فيه للأمر والضرر اللي وقع عليها. تفسير الصحراء في المنام هنا هي الوحدة والحياة الجرداء، والأهرامات دي هي أثر لمصر، يعني الوطن، والأسرة هي وطن الإنسان. لعنة الأهرامات، شيرين للأسف هتعاني في فترة من الفترات من جلد وضرر نفسي وقيل وقال كتير وتضارب وانقسام بين متعاطف ومعارض. ده هيقع عليها من بعض المصريين من أهل وطنها، لأن المصريين بيتقال عليهم الفراعنة، ولأننا أساس الحضارة المصرية القديمة. كمان مش هتكون دي بس الأزمة الأخيرة لشيرين، لكن واضح جدا إنها هتفضل تعاني، ولكن المعاناة اللي جاية هتكون في خروجها من الأزمة دي. ربنا يخرجها منها على خير.